عالميه ولسه مش عارفين ميسي انت موجود يا ميسي ولا مش موجود مع البارسا، احنا لحد دلوقتي مش عارفين. عموما الخبر اللي معانا بخصوصه بيقول انه في تقرير صحفي اسباني النهارده هو اللي كشف عن اجتماع مرتقب بين جوسيب ماريا ده رئيس نادي برشلونه ومدرب البارسا الجديد طبعا رونالد كومن واسطوره الفريق ليونيل ميسي، وكان ارتبط اسم ميسي زي ما حضراتكم عارفين مؤخرا بالرحيل عن برشلونه بعد الهزيمه الساحقه امام البايرن 8-2 في دور الثمانيه ببطوله دوري ابطال اوروبا. بحسب كادينا سير الاذاعه الاسبانيه فاتصل رئيس نادي برشلونه بوالد ميسي، والد ميسي هو ممثل ميسي، علشان يشرح لي ان رونالد كومن المدير الفني الجديد لبرشلونه هيعتمد على ميسي في الفترة اللي جاية وبيعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد. ميسي يا جماعة مش جزء من نادي، جزء من مدينة، أنا بشوف كده يعني. طبعا ميسي طبعا مرتبط زي ما قلنا بشكل كبير جدا ببرشلونة، لكن طبعا الهزيمة الأخيرة ما أثرتش في ميسي بس، لكن أثرت على أعتقد على كل أسبانيا، لأن برضو دي برشلونة يمثل الكرة الأسبانية، وبالتالي كان في قرار اولا باقاله المدرب، ثانيا برونالد كومان ان هو المدير الفني الجديد، وكان في بيقول ان كمان والد ميسي هو يعتبر وكيله، هو وكيله، وبالتالي كان في اخبار ان ميسي هيرحل، كان في اتصال تليفوني بوالد ميسي بيقول له يعني رئيس النادي بيقول له ميسي موجود ولا لا، فقال له لا انت لازم تاخد القرار ده من ميسي نفسه، وبالتالي هيكون زي ما انت قلت في اجتماع ثلاثي ما بين الثلاثي كومان ورئيس النادي وميسي. حاسس انه هيمشي؟ لوجود ما اعتقدش يعني، لكن اعتقد ان في مشروع جديد لبرشلونه اللي بيقدمه طبعا الاداره الجديده، وعلى حسب المشروع ده زي ما بنتكلم رونالدو وميسي واللعيبه الكبيره لازم بتشتغل في مشروع للنادي زيه زي المدربين. رونالد كومان من المدربين الكبار طبعا، اللي يعني كان اسمه كبير جدا، توليه المسؤوليه، وخلي بالك كمان كان هو حاليا هو المدير الفني للمنتخب الهولندي، وبالتالي هيرحل. بس مهمته برضه بقت صعبه بعد 8-2 دي، صحيح يعني، لانه مكلف انه كمان يجدد الفريق، ويمكن كان في متابع الخبر ان كمان كومان بدا من دلوقتي يحضر يجهز فريقه، وكمان في 8 لعيبه اعتقد 8 لعيبه منهم لعيبه كبيره جدا، الاسماء تخد منهم سواريز على سبيل المثال ممكن جدا ما يكونش متواجد في الفتره اللي جايه، لكن زي ما بيقولوا خلينا نشوف ان شاء الله ايه اللي هيوصل ليه برشلونه خاصه بعد الهزيمه 8-2. نروح لخبر تاني من ريال مدريد. ريال مدريد اعلن رسميا النهارده رحيل لاعبه البرازيلي الشاب جيسوس الى بروسيا دورتموند، واصدر ريال مدريد بيان بيقول فيه عبر طبعا موقعه الرسمي اكد فيه توصله لاتفاق مع دورتموند لاعاره راينر، هو اسمه راينر ده لعيب برازيلي، حتى يونيو 22. طبعا راينر كان انضم لريال مدريد قادما من صفوف فلامينجو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، شارك طبعا مع الفريق ريال مدريد خلال مباريات الموسم اللي فات طبعا، لكن ما اداش بشكل كويس، قام ريال مدريد باعاره راينر لاستكمال صفوف اللاعبين الاجانب بالنسبه له، وعدم حصول اللاعب على جواز السفر من الاتحاد الاوروبي طبعا، بالاضافه طبعا ليه كمان ان هو يكتسب خبرات لازمه في الفتره اللي جايه، وبنقول دايما ان اللاعب صغير في السن يعني يستفيد منه، خليه ينطلق في الاعاره وبعد كده يرجع يستفيد منه. 18 سنه لعيب صغير، وزي ما قلنا لعيب برازيلي كان ده بيلعب في منتخب تحت 18 سنه، منتخب البرازيل، بيلعب في المنتخب الاولمبي البرازيلي، وبالتالي نجم كبير. لكن كمان عايزين نوضح ان على المستوى، احنا عارفين طبعا الدوريات الاوروبيه ان الدنيا مفتوحه بالنسبه لاي لاعب تحت في الاتحاد الاوروبي، يعني ينتمي للاتحاد الاوروبي، لكن في عدد معين من اللاعبين هم اللي خارج الاتحاد الاوروبي، وبالتالي بيشرح كمان ان هو عنده لعيبه، طبعا ريال مدريد عنده لعيبه كفايه خارج الاتحاد الاوروبي، وبالتالي اعاره للاستفاده منه ان شاء الله في الموسم اللي جاي او اللي بعديه اعاره لنادي دورتموند. طيب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان النهارده اعلن او ابدى عدم قلقه، مش قلقان من المشكله اللي بيعاني منها النجم البرازيلي نيمار. ده قبل ايام قليله جدا من المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا، ولما اتسال انت بتتعامل مع مشكله اهدار نيمار للفرص السهله ديت ازاي، فتوخيل الحقيقه رد غريب جدا، قال انه طبعا واثق بقدراته وان هو يعني هيستعيد التركيز والدقه امام المرمى مره تانية،
واتكلم كمان انه يعني هو يجي ايه جنب نيمار. الحقيقه كانت تصريحاته في قمه التواضع النهارده، قال في تصريحات عن مهاجمه البرازيلي نيمار اثبت انه من افضل لاعبي العالم، هذا هو الاهم. وقال انه من المعروف طبعا انه سجل 3 اهداف، وقعد طبعا يعني يشرح نيمار عمل وكمان ايه وتاريخ نيمار ايه. صحيح، عايز اقول لك كمان انه هو يعني كمان دلوقتي البايرن فايز على ليون 2-0، يعني ده خلاص اعتقد البايرن في المباراه النهائيه، وبالتالي يعني المأمورية مش سهله خالص. لا. لكن بتتصعب. بالظبط. وكمان خلينا نتكلم كمان على ثقافه المدرب كمان، انه هو يعني ما عندوش الايجو، ما عنده مش عاليه قوي، ان انا بقى المدير الفني بالزبط. وده لاعب وانا اللي بوجه. قال لك انا اجي ايه، ده انا سجلت حيلا هدفين يعني. بالظبط. فهو الراجل كمان بيدي اولا ثقه في اللعيب بتاعه، بيدي كمان نوع من انواع الدعابه شويه في الامور، ان هو طبعا على المستوى الفني ما كانش لعيب كبير، وانه طب انا هقول يعني هقول ازاي لنيمار هجيب جون ازاي. فكان تصريح اعتقد تصريح موفق جدا منه يعني. طيب نروح بقى للفقرة المميزة الحقيقة، أنا بحبها جدا الحقيقة دي الفقرة.